مظلوم ولا تكون ظالم. يعطيكم العافية شباب على الفيديوهات الأسبوع اللي راح، اسمع لكم أقوى تحية. بدعتوا، بيض الله وجيهكم وجمال الله حالكم. طبعاً يا الربع ببدأ معكم أول شيء بتوزيع أسماء ثم نشرح لكم حاجة. اتفقنا؟ اتفقنا. شو فيكم زعلاني؟ ها؟ أسماء بوزعها بعدين أتفق معكم على حاجة. اختلاف ثقافات يا أخي، في ناس سلام ورحمة الله، مرحبا مليون. سأل حركة إيه؟ جبهن محمد الزعيزعي، جبهن. لا لا جبهن. بسم الله العظيم. الحين مرحبا لي، مرحبا مليون. يلا حي. شوف الاسم محمد الزعيزعي، من كثر حبك بحطه هني. شباب الصوت، بس الالتزام بالصوت. صوت يا عوال. شباب الصوت، راكان بملهي تفضل. تفضل. اسمح لي بس اسلم عليكم. مرحبا مليون. شكرا لك. يلا حي. مرحبا. تفضل هنا هنا. طيب عبد الرحمن العصيمي. نعم. ابو لافي جاي. جاي ابو لافي جاي. بيجي جاي. ارحب ابو لافي. مرحبا. الف سبت خصم شغال. خصم شغال وجعله فداك. تفضل هنا 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 مع محمد. سلطان الأمير. يا أخي يا أخي عجبوني الشباب صفقون، بس ما يدري شو السالفة. والله ما حمدني شو السالفة. ألبيه أبعلمكم. أبشر أبعلمكم. سلطان سمو المدين. مهند الفيصل. جاي جاي. وش بني ما نأدي إلا الناس جاي شوي. طيب مهند الفيصل بياتي معكم خلاص. تمام. خلنا نحطها على اليمين. نايف الأكلوبي. مرحبا لي ما يبقى من المرحبا. مرحبا. مرحبا على قولة. مرحبا لي. يلا حي. عمر بن هذال. أما لوبي يوم قالوا وثر ما قفت به الأيام. الله أكبر الله أكبر. صح صح لسانكم الاثنين حبيبي. تفضل هنا. طيب هنا. وين هن؟ موجودة هن 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 هن. طيب فهد الشهري. فكتور فرسمه يا معليش أعطونا بس مساحة. كيف حالك يا رياض؟ هذا اللي دافع نحن إنه في النماص. عرفت؟ تبادل ثقافات. شباب بالله يرجع شوي. المخ رجع عاوز كذا. زي الشباب بس بعد منكم كذا. ميلا 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 نيوف خاصكم ذا كذا. تمام يا بابا. فهد المطيري. أبو خليفة. مسلنا هنا بدينا هنا صح. جبهن. جبهن مرحبا. يا كبرى طيب. محمد السالم. ما هو تشابه. اسمك اطلع عن بيني مكذي. ما هو تشابه حلاقة لطيفك. لطيف. انت سفير الوقف. الله الله. انا ورجال. جميل جميل الله جدا. مرحبا الف. الله يرضى عليك. قلبها ابراهيم. علي. قلبها ابراهيم. علي. صدق سفير الوحدة. هذه الضحيكة. علي كلفني. سلطان العنزي. لبيه. جميل. ها؟ انت اجمل. هلا بالشيخ. سلطان العنزي. يا شيخ لبى قلبك يا شيخ. خير. لا لا خير والله. خير يا رجل. خير. عادل بن هيف. الله. اسمح لي بكل شرف ان اتقدم واستقبل ابو نايف. يشرفنا ذلك. ارحب ابو نايف. مرحبا مرحبا. اثنين ما يبقى من المرحبا. مرحوي علي. مرحبا لي. ركان يقول هذا شاش. شاش شاش راسي. اي جميل جدا حلو نفس المود. بس ان قلنا هذا بشت. كانها ملحفة بشت. نفس المود يعني. هيا عدني. مرعب مرعب لي. طيب ليش ما قلت كفن يا؟ لازم ان شاء الله. يا وليد تفهم. ابراهيم النجاشي. ارحب. فيكتور فيكتور فهم معي. اجل وليد عندنا. استحمل يا انا لله انا لله يا التقليد. هنا ما في بشت. ليش؟ لان علومه مبشت. لا انتين خواتم خواتم. وانت ساقد. لا علي سؤال سؤال. هو معنا هنا مستمر كلنا اخر طريق هذول يعني. معنا كل يوم انت ترى متاح لك فرصه تجاوب. معنا كل يوم هنا ولا يعني في قلوبكم متواجد انا حبيب قلبي. طيب وليد الزهراني. مرحبا.
العمدة العمدة اسمحوا لي انا اقلطه. مرحبا الف. مرحبا يا ما يبقى. مرحبا مرحبا. عبد المجيد الذيابي. لا 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 دقيقه دقيقه عبد المجيد معليش معليش مرحبا الحياة. لا لا دقيقه يا عبد المجيد. مرحبا لمحمد. ارحب احنا والله انك في بالي والله انا نشوف في عيونك اشعل والله نشوفك مثل طبعا طبعا من غلاتك ومعزتك ينادي عليك ينادي راح الرجال على الرجال تفضل. لا لا والله لخبطت معنا. اوكي لا لا هنا لا لا هنا هنا والله والله لخبطت في الاسامي. انا موكل احمد الفراج اللي ترى يبون فهد البقمي ترى يبون. طيب هذه توزيع انا ليش وزعتكم كذا يا رب؟ ليش نلعب صفوف صح عرضه صح نلعب صفوف يلا ها طيب قبل ما اعلن عن النتائج وقبل ما اسوي كل شيء 7 8 9 ابو علي طبعا اي هنا 9 اشخاص ايوه باقي مهند اي باقي مهند هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا اله الا الله 1 2 3 4 5 6 7 8 ايوه مهند محمد 8 طبعا لانه ما نقدر نقسم كذا الله يوفقك وياك يا رب. طبعا يا جماعه الخير في كثير اشتكوا من الوهمي الوهمي ارفع صوتك تكفى يا علي في كثير اشتكوا من الوهمي طيب كثير اشتكوا منه انا اتكلم عن جمهور ها طيب مو احنا كل شيء يصير يقولون وهمي 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 قلنا نقفل السالفه تمام ويمكن حتى بعض الشباب يقولوا وهمي وهمي فنقفل السالفه مره واحده حلو احنا بنقسمكم الى فريقين جميل خلاص اللي هو 7 8 9 اذا الجمهور اللي شاهدنا الحين على كاريزما 44 يشوف اقتراح اسماء عنده الحين يكتب على هاشتاج 44 كاريزما 44 اسماء 8 اشخاص واسماء 7 اشخاص يقسمونا على كيفهم وفي الاعداد راح يتواصلون ونشوف كيف طريقه التقسيمه لكن هذه الحين مبدئي لان الاسبوع الجاي راح نغير الاليه ما ادري تتفقون معي ولا لا احنا معك في كل شيء خلوا الاسبوع هذا الاسبوع الجاي اضرب بنا القاع ولا تسمي علي بيض الله وجهك بيض الله قفل الحلقه يا رجال لا لا يوقفلهم يوقفلهم. المهم يا جماعه الخير بنقسمكم 7 8 جميل تمام او 8 9 الثمانية هذا راح الاسبوع الجاي لا خلاص الاسبوع هذا راح نعلن النتائج بس انا اتكلم على الاسبوع الجاي 8 اشخاص راح يمثلون شخص واحد جميل فريق واحد و7 اشخاص او 8 اشخاص راح يكملون فريق واحد في فريق في تويتر وفريق في اليوتيوب جميل اتفقنا اكثر مشاهدات راح تترحل جميع الميداليات للفريق نفسه يعني فزتوا انتم فريقكم اللي الحين اللي هنا الميداليات كلها لكم الثلاثه تعطى المال ايوه سؤال ممتاز في مكان ممتاز أيوة. الحين عمر وفهد سلطان واحمد وشو كلهم اجتمعوا قالوا ولد خلونا نعطي ابراهيم يا سلام مشاوره معكم 5 دقائق في وقتها من وقت الاعلان والله نبغى نعطيها محمد زعيزي بالنسبه للذهبيه تستاهلها والفضيه خله ياخذ احمد والثالث خله ياخذ فلان جميل يا سلام فيه اتفاقية؟ جميل. كان بها جميل. ما فيه اتفاقية بينكم؟ تترحل على طول لفريق تويتر إذا ما فيه خمس دقيقة إن شاء الله اتفاقية موجودة اي بالضبط ما فيه اتفاقية تترحل لفريق اللي بعدكم طبعا هي تعتمد عشان نوضحها للجمهور طيب ركزوا الحين ونوضحها للجمهور راح تكون الآلية أنه فريق في التويتر فريق في اليوتيوب مقطع واحد راح تجيكم الفكرة أنتم تحت الهواء تصورونها فريق في تويتر اكثر مشاهدات فريق في اليوتيوب اكثر مشاهدات من يوم ينزل الفيديو راح نتابع المشاهدات بالاشتراكات 50% 50% 50% 50% واضحه بالاشتراكات بالاشتراكات والمشاهدات في نفس الوقت اشتراكات وين في التويتر وفي اليوتيوب يشتركون بالقناه نعم كيف تعرف ان هذا الفريق في اعداد وبيعرفونه طيب علي هل حلت هنا مشكله الوهمي ايوه اي انحلت كلكم فريق واحد يا سلام ممتاز والله ممتاز يعني لو انا شخصي بتقول اني بروح اشتري وهمي استحاله فهمت يعني مجموعه مستحيل تشتري وهمي تشتغل على المحتوى حقك وجمهوركم ما شاء الله كبير ونسمع لهم اقوى تحيه الله استاهلوا نعم زاد فضلك اذا الدعوه على اشتراكات محمد يتكلم بالنسبه للفريق هذا انا اعترض تعترض سالفه الاشتراكات اشتراكات تعترض خلاص في المحاكمه انا هنا مؤدي دور فقط تمام تمام احنا الفريق هذا معترض
معترضين كلكم هاي الربع؟ نعم معترضين خلاص تمام عند وزعتوا هذول يوتيوب حنا تويتر اي انت على حسب بوزعها بعدين بس الفريق على ويش يا ابو حسن يعترض على الاشتراكات الحين في اليوتيوب ما الكلام لا لا اعلم هو على المشاهده الا على المشاهده وعلى الاشتراكات وعلى الاشتراك والتويتر على المشاهده والاشتراك طيب سؤال يعني لازم لا لا بس ما بتقول صعب طيب ممكن سؤال تفضل وش اكثر شعبيه تويتر ولا يوتيوب كلها شعبيتها كويسه لا لا تويتر لا. تويتر بشكل دائم الواحد فاتحه لكن طيب اتفقوا بينكم واحد يختار تويتر واحد الرجال قبل البرنامج ما ارقد الا على اليوتيوب انا ارقد على سريري حلو اه جميله جميله سابقه شباب ذبه زياده ما تفوت صفقوا طيب بعدين الاعتراض يا الربع يكون عند تركي الدوسري خل شوف تويتر العمده يعني حلقتني تحت البث في اي استفسار ترى اذا ما واضح شيء عادي اسال انا ما واضح شيء انا عندي أسأل. انا عندي مو باعتراض طلب تفضل اخر شخص احرجني اخر شخص جاء معنا من فهد نسوي قرعه فهد يا معنا يا محم عشان ما يكون في ظلم ليه مهند معنا ها مهند محم مهند معنا طيب احنا 9 هم 8 طيب كيف نسوي قرعه يا عادي لا 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 ما تبونه ما تبونه لا 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 نبيه بس لا احنا نبغيه ليه عشان ما يجي فيها طبعا لين يحلوا مشكلتهم شاركونا على كاريزما 44 يا جماعه الخير واقترحوا لنا اسماء يكونون مع بعض تمشكلوا ضربوا شباب 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 هدوء هدوء ولا كان في عمده صح ولا كان في عمده صح سيت داون هير ولا كان في مقدم صح ولا كان في مقدم يعني صح خلها طيب الحين بنبغى نعلن النتائج واضحه الآلية قبل كل شيء عشان ما اطلع من هنا انت واضحه بتعترض لا لا اكفى ما شاء الله اعترض عندي سلطه اي ما في مشكله قدم اعتراضك انا مهما قلت كلامك حد زين لب عينك لب عينك والله الله يستاهل طيب اي والله يستاهل شغلوا لي دم دمتي دم 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 سالمين